صديق قناة أخبار الفجر المالية أحد عارضين بالمعرض الجهوي بمدينة تطوان سي مصطفى عيد الحاج، قدمنا أكثر من هذا التعاون ديالو وهذا اللي شارك في هذا المعرض الكبير بمدينة تطوان. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصطفى عيد الحاج رئيس تعاونية نور الجنوب. جينا من مدينة وردزات مدينة تطوان نتشارك في هذا المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، نجيبوا المنتوجات ديالنا الطبيعية من زعفران من الورد من أرقان، المنتوجات اللي كتسخر بها المنطقة ديالنا منطقة وردزات، وكنستخلصوا منها معلومات التجميل الطبيعية بحال كاين سيرم الزعفران قماش الزعفران كاين الزعفران، وكاين منتوجات ديال الورد بحال الورد نيت الورد ماء الورد الماء الورد كلمة الورد كاع جميع المنتوجات اللي كتخرج من الورد. هادشي اللي جينا ان شاء الله باش نقربوا لهاد الناس ديال تطوان ديال الناس ديال تطوان. سعيد الحاج، كيف كتشوف واش هنا اقبال في هذا المعرض هذا؟ الحمد لله المعرض ناجح ان شاء الله 100%، لانه كان اقبال ديال الناس على هاد المنتوجات هادو، لانهم بعاد ما كيوصلهمش الا في هاد الوقيته هادي في هاد المعارض، باش انهم تيتقدوا تيستغلوا هاد الوقيته هاد المعارض باش انهم يتقدوا المنتوجات الطبيعيه. سيد الحاج، عرفنا هذا المعرض بالمجان، العارضين للمنتوجات ديالهم في الرواق بالمجان، كذلك المبيت والمكتب، كيف كتشوف الشعور ديالك في هذا المعرض الجهوي الكبير؟ المعرض المعرض في المستوى والناس ديالو حتى هما في المستوى، وكنشكروا جميع الناس اللي ساهموا فاش انهم ينجحوا بحال هاد المعارض هادو، الناس الجهه والناس العماله والسيد العمال والسيد الوالي والسيد رئيس الجهه وجميع الناس اللي مسؤولين على هاد التنظيم هذا، لان التنظيم ناجح 100%. شي كلمه اخيره شي لسه ما تقولها؟ شي تنشكروا جميع الناس اللي ساهموا باش ينجحوا بحال هاد المعارض، لانه هو اللي كيعطيو الفرصه للتعاونيات انه تسويق المنتوجات ديالهم الطبيعيه. وكنقولوا لنا زيت تطوان مرحبا بكم عندنا، باقينا ان شاء الله حتى نهار 9 ان شاء الله غادي نساليو، وكنشكركم وتنشكروا الجريده ديالكم فجر بري فجر اخبار فجر المغربية. هذا واجب بارك الله فيكم على هاد التغطيه ديال واجب على التغطيه هذه، تنشكركم بزاف، شكرا لكم جزيلا. الإخوة على داخلكم دور المنطقة، التحقوا بقاعة عرض الندوات.